حضرتك مسؤول مندوب الشركة اللي كنت في الباص؟ أنا في وظيفتي في شركة بلو سكاي، أنا نائب مدير الحركة. وأنا اللي كنت مرافق للفوق ده، رحت قمت باستقباله من داخل المنطقة الجمركية في مطار القاهرة، ومرافقتهم تاني يوم في الهرم، والتوجه معاهم لسانت كاترين ونويبع وطابة. الاثنين اللي دقايق بسيطة قوي، أنا أول ما وقف الأتوبيس اتفتح الباب، وأنا دوري بيبتدي لما بخش المنفذ. في طوابع معينه كده من لزوم سفر العملاء الزباين بتوعنا الكوريين. نزلت قبلهم بخلص اجراءات سفرهم للجانب الاخر، وانا بتوجه للمنفذ على بعد تقريبا 50 او 60 متر. سمعت ان الانفجار كان خارج، لكن ما شفتش اي حاجه، ما لاحظتش. الانفجار دورت ببص، يعني شوف طبعا الاتوبيس زي ما واضح في الصور عباره عن كتله نار، وابتدت ناس تتعامل بضرب نار. كنا متخيلين يبقى في حاجه هتبقى مصاحبه للانفجار، لكن ما حصلش حاجه، بس طبقات تحذيريه بس من الامن المصري. وانت نازل الباص لمحت اي حاجه غريبه، ولا كان ده امر معتاد بالنسبه لك؟ لا، كان امر معتاد. كان في اتنين امناء على الرصيف لتامين المنطقه، وكان في عربيه عاديه ملاكي واقف جنبيها اتنين، بس ما لفتوش نظري ان هم يبقوا حاجه. دي متعلقات قائد الحافله المرحوم سامي جوزيف، بطاقته الشخصيه. رخصة عربيته ملاكي، رخصة سواقته السياحة درجة أولى، وده كارنيه الغرفة بتاعه.